حسين الضغيم من ضيعة شرق مع الرأس من جرجانات. الحمد لله صار ينزلنا شغل وعم نشتغل شغل حفوضات ولادي. والله ما عم ساوي شيء، بس ايش واحد يساوي؟ والله عم نقتصر بكثير شغلات مشان يعني ما يعيش واحد، ما يمشي الحال. صني هون البنات ينقني علي على العيد، بدن لباس، بدن حلو، بدن هاي، ما في. نقعد على الشغل على ايه وايه، والله بتمينا بجي ثلاث اشهر يعني ما في لا شغل ولا في مدخول. اي والله قد ما افكر يعني انا انام بالليل، فكري ولي بكره بدي اجي الصبح، بدي اجي نوحي الهموم على ايش بدنا نحطه، ايش بدنا نجيبه. يعني راسي يوميا راسي يوجعني نفكر بهالشيء هذا. ايه بعد هيك فتره دق ابو الشغل، قام والله في شريكه بنزل ولادي على البيوت على الخيام، قام نزل لنا بنشتغل هالشغل لك، يعني بده رزاز، بده دانات، بده هيك تصليح كثير، ونطبقه هيك وبعدين بنعذبه. لا يصير طرد 5 كيلو ولا ناخذ ليره. هي شغلي فاضي ليره يعني عموج بهالغلي هذا، والله ما عم بتساوي شيء خالص. بس الواحد شو بيساوي يعني؟ ما بقول بشكر اخير من العمى يعني، عند الاخير اسمنا عم نشتغل، عم بصير عنا مدخول. مو يعني تميت بجي 3 اشهر ما في مدخول خالص، هي صعبة. وعم نشتغل يعني مش قد يعني، الواحد بيتعذب من نهار من الصبح، الواحد يقعد ايش هيك بلم حواليه وبعدين بقعد بيفطر. صعبة، كل شيء صعب، قلي والهيك التعب والتفكير كل شيء يعني صار صعب، ومسؤوليتك البنات شيء صعب. يعني لما قعدنا هيك اشتغلنا بالليل وبالنهار ما بيمشي الحال. يعني الغالب قلنا لك اطلعوا تنفسوا، اطلعوا يا جماعة شوفوا، قلنا على الشغل كمان ده وقفنا ما بيمشي الحال. من هذا قلت حياة كويسة وكل شيء اللي هيك حرم انه ان شاء الله قلت لا قلنا يا رب خير نرجع هيك عبلادنا، وقف هيك الحرب ورجع السلام، ونرجع بلادنا نشوف اللي بنحبهم بحبونا، يهدى الوضع علينا وعلى جميع أمة محمد يا رب.